بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نبدأ اليوم درسنا بإذن الله، نبدأ بمكون الأداء القرائي. قبل أن نبدأ بالأداء القرائي على السريع يا صغيراتي، من تذكرنا برقم ولون وعنوان الوحدة؟ تفضلي. ممتازة، بارك الله فيك. رقمها 6 ولونها أخضر وعنوانها آداب التعامل، بارك الله فيك. لا ننسى تدوين تاريخ اليوم الثاني على رأس الصفحة. انتهينا من النص القرائي وأخذنا المكونات خلف النص القرائي، توصلنا إلى خريطة المفردة. بإذن الله اليوم سوف نبدأ بالأداء القرائي، أقرأ وألاحظ. نلاحظ سويا في رقم 1 الثاني، أقرأ الجملة وأقف على تنوين الفتح ألفا. أقرأ الجملة وأقف على تنوين الفتح ألفا. دخل فواز المنزل غاضبا. شفتوا يا ثاني كيف وقفنا على التنوين؟ شفتوا كيف؟ هذا هو التنوين. ما هو الكلمة التي جاءت فيها التنوين؟ تفضلي يا صغيرتي. غاضبا. الكلمة التي جاءنا فيها تنوين الفتح هي غاضبا. لو نطقناها ألفا بدون تنوين، دخل فواز المنزل غاضبا. غاضبا، إذا قرأناها بدون تنوين قرأناها ألف غير ملونة منونة، نقول دخل فواز المنزل غاضبا. واضح يا ثاني؟ واضح يا ثاني؟ إذا وقفنا على تنوين الفتح ألفا، إذا نطقنا بتنوين الفتح نقول دخل فواز المنزل غاضبا. أما إذا نطقناه بالتنوين نقول دخل فواز المنزل غاضبا. واضح يا صغيراتي؟ يلا من تقرأ لي الجملة وأقف على تقف على تنوين الفتح ألفا. تفضلي. ممتازة، بارك الله فيك. أيضا تفضلي. بارك الله فيك. أيضا تفضلي. ممتازة، بارك الله فيك. ما نوع التنوين على فواز يا ثاني؟ تفضلي يا صغيرتي. بارك الله فيك، تنوين الضم. واضح يا ثاني؟ واضح كيف نطقنا التنوين ألفا؟ طيب ننتقل يا صغيراتي إلى رقم 2. أقرأ الجملة وألاحظ الحرف المشدد. يريد هنا يا ثاني أن نلاحظ الحرف المشدد في الجملتين. المسلم يعفو عمن ظلمه. المسلم يعفي عمن ظلمه. المسلم يعفو عمن ظلمه. أين الكلمة التي فيها حرف مشدد وما هو الحرف؟ تفضلي. بارك الله فيك، عمن. أين هو الحرف؟ ممتازة، بارك الله فيك، الميم. قلنا يا ثاني أن التشديد بالأصل هو حرف ساكن، يعني مثلا ميم ساكنة، يعني ميم ساكنة حركتها السكون، تأتي مع ميم متحركة سواء حركتها فتحة أم ضمة أم كسرة. ما النتيجة عندما تلتقي حرف ميم ساكنة بحرف بميم متحركة؟ ماذا تصبح؟ حرفا واحدا مشدد. إذن هنا التقت الميم الساكنة بالميم المتحركة فأصبحت حرفا واحدا مشدد. واضح يا صغيراتي؟ من تقرأ الجملة؟ تفضلي. ممتازة، أيضا تفضلي. بارك الله فيك. ننتقل إلى الجملة الثانية يا ثاني. لقد ذهب عني الغضب يا أبي. أين الحرف المشدد هنا؟ ما هي الكلمة؟ ممتازة، عني. أين الحرف المشدد؟ ممتازة، النون، بارك الله فيك. إذن هنا نون ساكن مع نون متحرك سواء حركته فتحة أم ضمة
أم كسرة؟ هنا شدة مكسورة. إذن عني، إذن التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، النتيجة حرف واحد مشدد هو النون. يلتقي الحرف الساكن بالحرف المشدد فيصبحان حرفا واحدا، يلتقي الحرف الساكن بالحرف المتحرك فيصبحان حرفا واحدا حركته الشدة. واضح يا صغيراتي؟ من تقرأ الجملة؟ تفضلي يا صغيرتي. ممتازة بارك الله فيك. أيضا تفضلي. ممتازة بارك الله فيك. وأنت رائعة بارك الله فيك. تفضلي بارك الله فيكم يا ثاني. ننتبه إلى التشديد يا ثاني. الآن أتبادل الدور مع من يجاورني وأقرأ الحوار الآتي. هنا يا ثاني أتبادل الدور ولا أنسى أن ألون صوتي وفق ما يقتضي المعنى. لا ننسى تلوين أصواتنا وفق ما يقتضي المعنى. من تقرأ؟ تفضلي أنت فواز وأنت الوالد. فواز، سبحان الله، يؤذونه ويعفو عنهم. الوالد، علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فواز، لقد ذهب عني الغضب يا أبي، وأعدك أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. شوفوا يا ثاني، هنا ملاحظة، لا ينسى أن يتدرب الطالب على الظواهر الصوتية. طبعا استخرجنا الظواهر الصوتية سبق في النص وفي جميع الجمل التي وردتنا، وسوف نستخرج الظواهر الواضحة هنا يا ثاني، وعلامات الترقيم لا ننساها استخراجها، والأل الشمسية والأل القمرية والتنوين والمقطع الساكن وألف همزة الوصل عفوا والقطع والهمزة المتوسطة، جميع الظواهر يا ثاني نركز عليها. تفضلوا اقرأوا يا رائعات اللي حددتكم الوالد وفواز. تفضلوا. ممتازات بارك الله فيكم. أيضا من تقرأ؟ أنت الوالد وأنت فواز. تفضلوا. ممتاز بارك الله فيكم. أيضا من يقرأ؟ تفضلي. ممتازين بارك الله فيكم يا ثاني. شكرا لكم يا صغيراتي. الآن ننتقل إلى صفحة 60 في الظواهر الصوتية اللغوية. هنا يا ثاني ما المطلوب في هذا المكون في التراكيب اللغوية؟ استخرج من النص. استخرجي من النص. المطلوب أكمل بمحاكاة المثال الأول ثم ألاحظ كتابة الألف في آخر الكلمات. ألاحظ كتابة الألف فيها في أواخر الكلمات. يقول بمحاكاة المثال الأول، أي نفس أو بمحاكاة أو بتقليد كما ذكرنا معنى المحاكاة بتقليد المثال الأول. عطانا الفعل هنا يرتضي، هنا ارتضى. واضح يا ثاني؟ بماذا ختمت هنا؟ ختمت بالألف بالألف المقصورة. تشوفون يا ثاني كيف؟ هنا الفعل يرتضي ختم بالألف المقصورة. واضح يا ثاني؟ طيب يا ثاني، يريد أن نكمل الأمثلة على نمط المثال الأول بالفعل. الفعل جاءنا فعل ثم حولناه إلى كلمة ختمت بألف مقصورة. هنا يرتضي ارتضى، يؤذي. تفضلي. ممتازة بارك الله فيك. آذى، يؤذي آذى. الجميع يكتب معي ثاني. يؤذي آذى. آذى، نشوف مع بعض أنها ختمت بألف مقصورة. الجميع يشوف معي ثاني أن الكلمة يؤذي ختمت بألف مقصورة. آذى. أنا ثاني المفروض أني أكتب المد هذا الصغير، ولكن في الجهاز هذا هو ثاني. معلش بعيد كتابة الكلمة، خلوكم معي. هنا ثاني
طيب راح أكتبها لكم بالقلم يا ثاني. آذا، شايفين يا ثاني الكلمة كيف ختمت بالألف المقصورة؟ هنا يا ثاني نكتب المد الصغير هذا اللي على الألف، يؤذي، آذى. واضح يا ثاني؟ طيب يعفو يا ثاني، هنا يرتضي ارتضى، يؤذي آذى، يعفو تفضلي. ممتازة بارك الله فيك، عفا عفا، ختمت بألف مقصورة. هنا الفعل كان مضارع ثم ختمناه في الكلمة هنا بالألف المقصورة. الآن عطاني اقتدى، اقتدى هنا يريد الفعل، تفضلي. ممتازة بارك الله فيك، يقتدي، بارك الله فيك يا صغيرتي. واضح يا ثاني؟ إذا هنا الكلمات ختمت بالألف المقصورة، أما هنا ختمت بالياء، جاءتنا أفعال مضارعة ختمت بالياء، يرتضي ارتضى، يؤذي آذى، يعفو عفا، يقتدي اقتدى. ختمت يا ثاني الكلمات بالألف المقصورة. واضح يا صغيراتي؟ ننتقل بارك الله فيكم الآن إلى رقم 2. ننتقل يا صغيراتي، لا ننسى الكتابة يا ثاني، أنا أكتب لكم عشان تكتبون في الدفتر في الكتاب. الآن المطلوب في رقم 2، أختار من وسط الشكل ما يتمم رسم الكلمات رسماً صحيحاً. هنا هذا الشكل يا ثاني عطاني الياء والألف اللي درسناها قبل شوي، الألف ممتازة، الألف المقصورة. هنا عطاني يقظة، بماذا أكملها؟ تفضلي. بارك الله فيك، يقضي، ممتازة، يقضي. هنا شيء ثاني راح أكتب بالقلم بطريقة أسهل. هنا يا ثاني يقضي، قلنا يق، عطانا نكملها بحرف الياء، يريد أن تكملين الكلمات بياء أو بألف مقصورة. يق، يقضي. هنا صل، هل أضع ألف مقصورة أم ياء؟ تفضلي. ممتازة، ألفا مقصورة، بارك الله فيك. صلى، يرمي، ياء، ممتازة، بارك الله فيك، أضع ياء. طيب بنى، بنى، ألفا مقصورة، ممتازة يا صغيرتي، بارك الله فيك. يصل، يا، بارك الله فيك يا بطلة، يا، يصلي. سع، ساعة، ممتازة، ألفا مقصورة، بارك الله فيكم. واضح يا ثاني؟ يقضي، صلى، يرمي، بنى، يصلي، سعى. واضح يا ثاني؟ الجميع كتب بارك الله فيكم، رائعات يا ثاني. الآن ننتقل إلى صفحة 61، والمطلوب في هذه الصفحة أن أستخرج من النص ما يأتي، أستخرج من النص. الآن يريد كلمتين من النص تبدأان بأل الشمسية. أل الشمسية، هل هي تكتب وتنطق أو تكتب ولا تنطق؟ تفضلي يا صغيرتي. ممتازة، بارك الله فيك، تكتب ولا تنطق، ممتازة، تفضلي، أعطيني الكلمة. تقريبا يا ثاني في النص لا يوجد إلا كلمة واحدة وهي ممتازة، الرسول، الرسول، بارك الله فيك يا صغيرتي. الآن يريد كلمتان تبدأان بأل القمرية، كلمتان تبدأان بأل القمرية. أل القمرية تكتب وتنطق أو تكتب ولا تنطق؟ ممتازة، تكتب وتنطق، أعطيني الكلمات. ممتازة، الأولاد، بارك الله فيك يا رائعة. أيضا كلمة أخرى، الوالد، ممتازة. إذن أل القمرية تكتب وتنطق، بارك الله فيكم. الآن يريد كلمتان تحويان حرفا مشدد، تفضل يا صغيرتي. ممتازة، عمن، رائع، بارك الله فيك. أيضا، أيضا، تفضلي.
عني، ممتازة بارك الله فيك. عني قلنا يا ثاني أن التضعيف هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك فيصبحان حرفا واحدا مشددا. نكتب يا صغيراتي. أيضا هنا يريد كلمتين تحويان تنوين ضم، تفضلي. جبن، ممتازة بارك الله فيك. أيضا أيضا كلمة أخرى، فواز، ممتازة بارك الله فيك. فواز وردت في النص أكثر من مرة وبتنوين الضم. هنا يريد كلمة واحدة تحوي همزة متوسطة. الهمزة المتوسطة ثاني هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة، هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة على حرف. تفضلي. ممتازة بارك الله فيك يا رائعة. يؤ، يؤذي. هنا يا ثاني نكتب يا ثاني، بارك الله فيكم يا رائعات. يؤ، يؤ ذي سوف أكتبها لكم يا ثاني بالقلم بصعوبة، وجدت صعوبة عند كتابتها بالجهاز. هنا على الواو الهمزة، يؤ ذي، واضح يا صغيراتي؟ لا ننسى نقط الياء. هنا كلمة تحوي همزة متوسطة كيؤذي، واضح يا صغيراتي؟ بارك الله فيكم. نكمل ثاني، ننتقل الآن إلى رقم 4. أكمل الجملتين الآتيتين بكلمتين مناسبتين. المسلم فراغ عمن يظلمه، تفضلي. تفضلي يا صغيرتي. ممتازة. المسلم يعفو عمن ظلم، في أخلاق المسلمين العفو والتسامح وقدوتنا في جميع أمور حياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فراغ في العفو والتسامح، تفضلي يا رائعة. ممتازة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. الجميع يكتب يا صغيراتي، الجميع يكتب بارك الله فيكم يا ثاني. معلش ثاني، هنا فصل الكلمة ولكن اكتبوها أنتم بشكل صحيح، سوف أكتبها لكم هنا. هنا فصل الكلمة لأن المسافة صغيرة، نكتب في الفراغ الثاني قدوتي، بارك الله فيكم. واضح يا صغيراتي؟ الآن يا أبطال ننتقل إلى أكتب الجملة في صفحة 62، بارك الله فيكم. ننتقل يا أبطال، ننتقل إلى صفحة 62. المطلوب يا رائعات هنا، نشاهد يا ثاني سويا. المطلوب أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ. الوالد علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فواز، لقد ذهب عني الغضب يا أبي، وأعدك أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا أتشاجر مع أحد بعد اليوم. المطلوب يا ثاني هنا أن أنسخ هذه الثلاثة أسطر هنا مراعاة القواعد التي درسناها في الكتابة، فأكتب جميع الأسطر هنا بنفس الطريقة التي تعلمت فيها قواعد الكتابة. هنا ثاني في رقم 2، ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي. هنا ثاني بارك الله فيكم،
هنا تستطيع والدتك إملائك والتصحيح لك. الوالد خير فعل عادل، فالمسلم يعفو عمن ظلمه ولا يؤذي أخاه المسلم. بارك الله فيكم مع الوالدة أو مع أختك بارك الله فيها أو أخيك، يمليك في الدفتر ويصحح لك. ننتقل إلى أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي. لا نحتاج الدفتر يا ثاني، نكتب هنا يا صغيراتي. يلا الجميع يا ثاني يستعد بقلمه بارك الله فيكم. سوف أمليكم عبارة بسيطة، نكتب: دخل فواز المنزل غاضبا. دخل فواز المنزل غاضبا. الجميع كتب يا رائعات بارك الله فيكم. سوف أكتب لكم يا ثاني العبارة، الجميع يصحح إملاءه بارك الله فيكم يا رائعات. الجميع يصحح، لا ننسى التنوين يا ثاني بارك الله فيكم، لا ننسى كتابة التنوين، في فواز تنوين ضم وفي غاضب تنوين فتح. واضح يا صغيراتي بارك الله فيكم، الجميع إملاءه صحيح. إذن ضعوا صح بالقلم الرصاص بارك الله فيكم يا رائعات. الآن ننتقل إلى صفحة 63. المطلوب هنا استخدم، ماذا يريد أن نستخدم؟ نشاهد سويا. استخدم، أضع إلا مكان الكلمات الملونة ثم أقرأ الجملة. ماذا نسمي إلا هنا يا ثاني؟ إلا هنا أداة استفهام. نشوف هنا يا ثاني، إذا وضعت إلا في جملة سأضع فتحة على حرف النون في كلمة المؤمن. فهمت يا ثاني؟ إلا تدخل على الجملة وتغير تغير الحركة في الكلمة التي تليها من ضمة إلى فتحة. شفت يا ثاني؟ إلا هذه نسميها أداة استثناء. أي أن مثلاً أقول حضروا الطالبات إلا ندى، أو حضروا التلميذات إلا فاطمة، أو درس الطلاب إلا طالب. واضح يا صغيراتي؟ هنا أعطانا جملتين يريد تحويل الكلمات الملونة هنا إلى إلا. واضح يا صغيراتي؟ واضح يا رائعات؟ نشوف مع بعض الجمل: آذى أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشارك المؤمن منهم. المطلوب يا رائعات تعطوني الجملة تأخذون منها ولم يشارك تضعون بدالها إلا، ونغير ما يلزم تغييره. تفضل يا رائعة. ممتازة. آذى أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتازة. إلا المؤمنة منهم، نضع بدل ولم يشارك إلا. نشوف التغيير الثاني اللي أحدثته على الكلمة التي تلي إلا. ممتازة. إلا المؤمنة منهم بارك الله فيك، حولت الضمة إلى فتحة. واضح الثاني؟ هذه نسميها أداة الاستثناء. آذى أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا، استثنى من الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، استثنى المؤمن منهم. نشوف الجملة الثانية، واضح أداة الاستثناء هنا يا ثاني؟ واضح؟ نغير الكلمة الملونة بإلا، إلا اسمها أداة الاستثناء. ينتقم الناس ممن يؤذيهم ولا يفعل ذلك المؤمن. أعطيني الجملة بتغيير ولا يفعل إلى إلا. تفضلي. ممتازة بارك الله فيك. ينتقم الناس ممن يؤذونهم إلا المؤمن لا ينتقم، فالمؤمن قدوته في حياته وجميع أموره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وعفو ويسامح. لا ننسى تغيير الحركة إلى، ممتازة بارك الله فيك، إلى فتحة. واضح يا صغيراتي بارك الله فيكم. إذن أداة الاستثناء تدخل على الجملة وتغير حركة الكلمة التي تليها من ضمة إلى فتحة.
ينتقم الناس ممن يؤذونهم إلا المؤمنة. واضح يا صغيراتي؟ أعطوني كلمات فيها جمل فيها أداة الاستثناء يا صغيراتي. أعطيني. ممتازة، أكلت جميع وجبتي إلا الماء. ممتازة، درست كل الدروس إلا الفقه. الفقه ممتازة، بارك الله فيك. كتبت الدرس إلا سطر. ممتازة، بارك الله فيك. حضر الطلاب إلا طالب، جميعها صحيحة وجميعها نستخدم فيها إلا أداة الاستثناء. واضح يا صغيراتي؟ نشوف يا ثاني رقم 2. أكتب الكلمة المناسبة في الفراغ. أعطاني الكاذب والشجاع. ما نوع ال في الكاذب؟ تفضلي. ممتازة قمرية. وفي الشجاع؟ ممتازة شمسية. أحترم الناس جميعا إلا؟ ممتازة الكاذب، رائعة إلا الكاذب، بارك الله فيك. فلا أحترم الكاذب لأن الكذب صفة ذميمة لا يجب أن نتحلى بها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب، فيما معنى الحديث أن الناس أن الكذب أو من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت الحديث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب في أحاديث كثيرة. يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم بسبب حصائد ألسنتهم من كذب أو قول زور أو قول غير جائز. فالكذب صفة ذميمة لا يجب أن نتحلى بها. يهرب الناس عند الخوف إلا الشجاع، بارك الله فيك. في الخوف يهرب الناس، استثنى من الهروب الشجاع. وهنا أنني أحترم الناس جميعا ولا وأستثني من الاحترام الكاذب، فليس له أي احترام لأن الكذب صفة ذميمة. استثنى هنا الكاذب واستثنى هنا الشجاع، فالشجاعة صفة رائعة يجب أن نتحلى بها جميعا. واضح يا ثاني؟ هنا استخدمنا أداة الاستثناء إلا. واضح يا رائعات، بارك الله فيكم. انتقل يا ثاني إلى أحول. انتقل إلى أحول. أضع قبل وبعد في مكانهما المناسب. غضب فواز فراغ أن يعرف فضل التسامح. غضب فواز فراغ أن يعرف فضل التسامح، هل هي قبل أم بعد؟ ممتازة، قبل أن يعرف فضل التسامح. عندما عرف فضل التسامح تغير حاله. ذهب الغضب عن فواز. تفضلي. ممتازة، بعد أن سمع قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عفى عن أهل مكة الذين آذوه. لا ننسى الحركات يا ثاني، نكتبها كما هي مدونة في السؤال، فتحة وسكون وفتحة. لا ننسى أن نكتب الحركات يا رائعات كما جاءت هنا. غضب فواز قبل أن يعرف فضل التسامح. عندما تعرف فضل التسامح ذهب الغضب عن فواز بعد أن سمع قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح يا صغيراتي؟ ننتقل إلى صفحة 64، بارك الله فيكم. هنا المطلوب الخط. هنا في هذه الصفحة يريد أن نكتب بخطنا الجميل كما تعودنا، نرسم بخطوطنا الرائعة الجميلة. ماذا يريد أن ترسمين؟ أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النص مبتدئا من السطر الأخير. علينا أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أنسخها هنا ثلاثا وأعيد كتابتها هنا أيضا.
لا ننسى هنا أن أستفيد من قواعد كتابة الحروف بالرجوع إلى فن الخط صفحة 12، درسناها مراراً وتكراراً. أن أكتب الحروف كما جاءتنا في الصفحة رقم 12 نستطيع الاطلاع عليها. بارك الله فيكم. ننتقل إلى صفحة 65 يا صغيراتي. هنا المكون أعبر، أعبر بما تجود به قريحتي يا ثاني. هنا التعبير، هنا المطلوب في هذه الصفحة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. أستخدم الجملة السابقة مع أبي، أمي، معلمي، مع أختي، وأغير ما تحته خطاً بمحاكاة المثال الأول. قلنا ما معنى محاكاة؟ تفضلي. التقليد، بارك الله فيك. أبي قدوتي في الصدق، أبي قدوتي في الصدق، عبروا أنتم كما ترى كما تودون. أمي قدوتي، كل طالبة تعطيني، أريد ثلاث طالبات يعطوني. أمي، معلمي، أختي، كما تحبون. أمي قدوتي في، بأي صفة؟ هنا قلت أن أبي قدوتي في الصدق، هنا أمي قدوتي في، في مثلا في فن الطبخ، في الهدوء، في ممتازة، الحنان. أمي قدوتي في الحنان والحب، بارك الله فيك. أمي قدوتي في الحنان والحب. معلمتي، معلمي قدوتي في، معلمي قدوتي في، كما ترى كما ترغبون، املأوا الفراغ بما ترغبون. معلمي قدوتي في الصدق، الحب، أو العطاء. ممتاز، بارك الله فيكم. معلمي قدوتي في العطاء والتعليم. أختي قدوتي في، كما ترغبون، املأ المثال، املأ الفراغ بما ترغبين. أختي قدوتي في مثلا التعليم، ممتازة، في العطاء، في الأخوة. أختي قدوتي في البر بوالدي. أختي قدوتي في مثلا التعاون، في أي صفة جميلة أختي قدوتي فيها. أو مثلا أمي قدوتي في العطاء، في الحنان، أو كما تودين. املئي الفراغات بما تودون من الصفات الحميدة. هنا أمي قدوتي في الحب والحنان، معلمي قدوتي في العطاء، أختي قدوتي في التعاون ومثلا الصدق، كما تودون يا ثاني. الجميع كتب، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الواجب المنزلي. هنا بارك الله فيكم نكتب عليه واجب. المطلوب في هذا الواجب أكتب الآية الكريمة، وليعفوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. المطلوب أرسموا خطا تحت الكلمات التي تدل على العفو والتسامح الوارد في الآية. نكتب عليها يا صغيراتي هنا، عفوا، نكتب عليها، بارك الله فيكم، واجب. نكتب عليها واجب. انتهينا من درسنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في العفو والتسامح. شكرا لكم، شكرا لحضوركم وإنصاتكم، بارك الله فيكم. أسأل الله أن ينفعكم بما يعلمكم ويزيدكم علما. هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.